لكل التدابير ولكل الشروط التي من شأنها أن تمكن البلاد من تنظيم انتخابات أولا على أساس قيم الشفافية والديمقراطية، وكذلك انتخابات في ظل إجراءات يعني وقائية ونظامية وحتى أمنية يعني معتبرة، يعني ترقى إلى مستوى هذا الحدث التاريخي الهام. العهد الفساد قد ولى، والعدالة إلى اليوم أثبتت بأنها بالمرصاد لكل المفسدين ولكل من يعني يسعون من خلال أعمالهم الخبيثة إلى المساس بكيان الأمة، سواء تعلق بأمنها أو بتصريف شؤونها أو بتسيير مقدراتها. وبالتالي اطمئن أخي، وليطمئن يعني أخواتنا وإخواننا من الشعب الجزائري بالنظر إلى الإمكانات وكذلك الإجراءات والسبل وكذلك اعتبارا يعني الإجراءات كذلك القانونية والإدارية التي تم إقرارها في إطار المسعى الرامي إلى تحصين هذا الموعد التاريخي. أنا على يقين من أنها ستسجل إن شاء الله يعني مشاركة إن لم تكن واسعة وكبيرة، مشاركة محترمة من شأنها أن تعزز كل المبادرات التي اتخذت إلى اليوم من أجل تمكين البلاد من الخروج من المرحلة التي تعيشها اليوم إلى مرحلة أكثر راحة وأكثر يعني تفاؤل بالنسبة لمستقبل البلاد.